حضرتك بتتكلم في موضوع خطة التنمية، وحضرتك كنت أحد الرافضين ليها، يعني حضرتك رفضتها في اللجنة ورفضتها في الجلسة العامة. بالظبط. وطب وأنا عرفت حضرتك تواصلت مع وزارة التخطيط والتقييد وتناقشت في الملاحظات التي أبدتها. ليه رفضت لجنة الخطة التنمية وإيه ملاحظاتك عليه؟ هي طبعا يعني أنا تقريبا الوحيد اللي رفضتها في مجلس الشيوخ، يعني فعلا هي خدت مني مجهود كبير ان انا اقرا تفاصيلها صفحه صفحه كلمه كلمه محافظه محافظه عشان ارفضها. رفضتها طبعا للعديد من الاسباب اللي انا اودعتها، وجايز هي منشوره في كذا موقع منهم تحيا مصر بخصوص اسباب الرفض التفصيليه، لكن سببين اساسيين. أو اول سبب يعني انا في اعتقادي ان انا بمثل احد محافظات الدلتا الدهليه، كنت شايف ان الدلتا يعني في خطه التنميه السنه الجايه مش واخده نصيبها كافي. متفاهم جدا ان الصعيد اهمل لعقود طويله ويجب اللي هو كان يستفيد باكبر قدر من خطه، لكن ده معناه اللي هي برضه محتاجين نزود برضه محافظات الدلتا بشكل ما. واعتقد يعني جايز انا حطيت يعني في احد التصريحات ان جايز اعتراضي ده لقى صدى كبير عند النواب، لان انا فعلا لما رفضت الخطه بعت جوابات ليها لنواب محافظه الدقهليه وقلت لهم انا رفضت الخطه، وخلي بالكم في مشكله واحد اتنين تلاته في الخطه دي بخصوص محافظات الدلتا والدهليه، وعشان كده حتى مجلس النواب يعني ما اعرفش مين بالظبط من النواب اللي هو فعلا زق واستجابت، ومحافظه الدهليه خدت توصيه بزياده مخصصاتها العام القادم من خلال مجلس النواب صاحب الصلاحيه. تاني حاجه خطه حياه كريمه، انا بقول خطه حياه كريمه هي افضل الخطط التنموية اللي احنا ممكن يكون لنا ليها حقوق اختراع. يعني احنا دايما بنقول ان ثمار التنمية بتوصل بتتساقط من فوق لتحت، لكن دايما بنتكلم عليها اللي هي بتتساقط من الشركات والقطاع الخاص الى اللي هي الطبقات الدنيا. اللي احنا اخترعنا اختراع ان هي يعني تساقط ثمار التنمية بيجي من الدولة للطبقات اللي هي الدنيا، وخصوصا اهالينا في الصعيد والارياف. فقلت لهم قطة عظيمة، يعني بالرغم ان انا نائب محسوب على المعارضه، لكن انا بقول لا، الخطه دي خطه من اهم الخطط التنمويه اللي هي ممكن تسجل في الامم المتحده. حضرتك تقصد حياه كريمه. حياه كريمه. خطه حياه كريمه حضرتك انت متوقف امامها انها افضل البرامج ولكن. والخطط. ولكن ايه بقى؟ ولكن انا قلت معالي وزير التخطيط، حاولت اشرح لها كذا مره في المجلس، ولكن طبعا لضيق الوقت لم استطع، لكن لما رحت شرحت لها قلت لها الخطه يعني بتستهدف قرى معرفه وفي معايير معينه، دي هتمثل حوالي 40-50% مع نهايه تنفيذ الخطه من عدد سكان مصر. فطالما احنا عندنا 700 مليار مستهدفين وجايز يزيدوا كمان مع تعليمات من القياده السياسيه دائمه لمحاوله زياده الاستثمار، طب نحاول ان ال 700 دي نفيد بيها اكبر عدد ممكن من السكان، يعني بدل ما تقتصر على 50% ممكن نوصلهم 60% 70% 80%، فبالتالي الرضا بدل ما يكون 50% يكون 80%. فقالت لي ازاي؟ قلت لها يعني ممكن يكونوا قريتين جنب بعض، قريه ينطبق عليها المعايير وقريه ثانيه داخله في زمام مدينه لا ينطبق عليها المعايير. فقريه يتم تطويرها بنسبه 100% صرف صحي ومياه، وجاز القياده السياسيه الرئيس شرح الكلام ده، احنا داخلين عشان نعمل صرف صحي وميه وانترنت ومدارس ومراكز شباب. فقلت لها ده كلام عظيم جدا، لكن هتبقى في قريه ملاصقه ليها لكنها داخله في زمام المدينه لا ينطبق عليها حياه كريمه. قلت لها ازاي هنشرح المواطنين؟ ازاي قريتين جنب بعض لكن واحد ينطبق عليها المعايير، واحده ان حظها اللي هي داخله بندر مدينه لا ينطبق عليها المعايير، فدي يتم تطويرها 100% ودي لا يتم تطويرها. فقلت لها لا، يعني ممكن نوزع نفس المخصصات، لان انا لست حالم، يعني مش هقول دبري اعتمادات من بره، لا انا عارف يعني امكانيات الدوله، لكن انا بقول الاعتمادات اللي ممكن توفرها يمكن توزيعها على عدد من القرى الملاصقه، بحيث اللي احنا ممكن نعمل هنا صرف صحي وهنا نعمل المياه، يعني نشوف احتياجات تبقى الخدمات موزعه بحيث بدل ما انا اخد رضا 50% اخليه 80%. فبالتالي الرضا على النواب والحكومه قبل النواب والقياده السياسيه قبل دول ودول يكون على مساحه اكبر، وهو ده اللي مطلوب. يعني انا يعني انا في الجانب المعارض، لكن انا بدي نصيحه تنمويه للدوله اللي هي ممكن حجم الرضا بدل ما يكون 40-50% ممكن يبقى 80%. هل هذا شيء سيء للحكومه؟ بالعكس، انا سعيد
وعشان اكون امين، الوزيره ونائب الوزيره الدكتور احمد كمالي والوزيره هاله السعيد الاثنين مهنيين لدرجه عاليه جدا، يعني ما قالوش لا لا، قالوا كلامك فيه منطقيه والخطه فعلا احنا بنطورها كل شويه، يعني الخطه ليست ثابته، بالعكس يعني هو حتى القياده السياسيه من وقت للتاني بتديهم تعليمات لتغييرها، فبتقول فاللي انت بتقوله يمكن تحقيقه، بس دي محتاجه عرض مناسب على القياده السياسيه، رئيس الجمهوريه اللي هو الراعي الاساسي للخطه والمتبنيها، اللي احنا نقول له ممكن تغييرها بحيث ان ده ممكن بحيث يتحقق. تخدم الفكره في النهايه بالظبط، لو قدرت اغير الفكره دي وفعلا القياده السياسيه تبنتها، انا لو بقول خلال الثلاث سنين دي ممكن مستوى الرضا عن الاداء الحكومي والسياسي يصل الى اكتر من 80%، وهذا اللي احنا عايزينه، يعني احنا مش رايحين عشان نظبط صحيح. اللي احنا معارضه، لا احنا بالعكس احنا بنحاول نبدي افكار تساعد الحكومه وتساعد الجهاز التنفيذي والاداء. انا هتوقف يعني هتوقف كثيرا عند فلسفه المعارضه ودورها وشكلها المختلف في الفصل التشريعي الثاني، بس انا يعني هتوقف في جزئيه محدده لها، ولكن هكمل فيما يتعلق باسباب هل في اسباب رفض اخرى ذات صله بخطه التنميه، ولا الامر مقتصر على الجزئيه المتعلقه بحياه كريمه؟ طبعا احنا يعني انا بعت ملاحظاتي في 15 ورقه واودعتها في ولكن فلسفه حياه كريمه هي ابرزها، يعني انا شايفه ان هم يعني افضل شيء في الخطه وحرام يعني كده باللغه العاميه حرام اللي احنا ما نستفدش بيه، يعني طالما اقر وطالما هو فعلا مشروع جيد يعني انا بقول حرام اللي احنا لا نستفيد بيه الاستفاده القصوى. ده ليه انا مركز على حياه كريمه، لكن طبعا في ملاحظات فنيه، بس زي ما اقول لك اللي هي فنيه جدا بقى فني التوزيع القطاعي للخطه على القطاعات صحيح المختلفه صحيح وهكذا يعني.